متجاوزا انتقادات البعض لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، واصل إبراهيم محلي بمشاوراته لاختيار وزراء حكومته. سهلة كانت المهمة، 15 حقيبة وزارية أسندها لزملائه في حكومة الببلاوي المستقيلة، فيما تضاربت الترشيحات في 4 حقائب فأخرت قطار التغيير الوزاري عن الوصول لمحطته الأخيرة. أما بقية الوزارات فذهبت لوجوه يغلب على اختيارها المعيار التقني بغض النظر عن الانتماء السياسي. إجمالا تبدو الحكومة وقد أدارت في تشكيلتها الجديدة ظهرها لرجال الأحزاب المشاركة في جبهة 30 من يونيو العريضة، مما يفقدها في رأي كثيرين أي سند سياسي، وإن رحبت قطاعات شعبية بالتغيير على أمل أن تتمكن الحكومة الوليدة من مواجهة تحديات المرحلة العاجلة. الدولة المصرية عادت للتعامل مع من اختبرتهم سابقا وتثق فيهم وهم أبناء لمؤسسات الدولة. لو دققنا في الأسماء سنجد أنها مرت بمناصب عديدة داخل مؤسسات الدولة المصرية، ويصعب أن نقول أنها محسوبة على نظام معين بقدر ما هي أسماء محترفة عملت من خلال مؤسسات الدولة المصرية. على أي حال ورغم أهميته يبدو تشكيل الحكومة سهلا مقارنة بالتحديات التي ستواجهها، وبهذا اعترف منه. ما عندناش الحقيقة مجال غير العمل ليل نهار، كل واحد هيبقى في هذه الحكومة هو مقاتل لتحقيق أهداف وخدمة هذا الشعب. الملف الأمني هو مفتاح الحل من وجهة نظر كثيرين، وهذا ما رجح كفة بقاء وزير الداخلية محمد إبراهيم في التشكيلة الجديدة رغم انتقادات البعض له. ميدانيا تتسع مساحات الوجود الأمني في الوقت الذي تتراجع فيه المواجهات المباشرة مع أنصار الإخوان المسلمين، وإن بقي خطر العمليات المسلحة التي تستهدف رجال الأمن في مختلف المحافظات في الوقت الذي تستمر فيه المواجهات بين الجيش والمتشددين الإسلاميين في سيناء، أمر يؤثر بالطبع على الوضع الاقتصادي الذي تتضارب المؤشرات بشأنه. ففيما تسجل مؤشرات البورصة صعودا مستمرا وتشهد معدلات الأداء السياحي تحسنا نسبيا، تتسع مساحة الاحتجاجات والإضرابات بسبب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور والمطالبة بتحسين الأحوال المعيشية. وهنا يبرز التحدي الثاني الذي تتصاعد أهميته، خاصة في ظل غياب الظهير السياسي والاجتماعي لحكومة محلب ومن قبلها حكومة الببلاوي. إذا وفرت لنفسها هذه الحكومة قدر من الشعبية سوف تحظى ببعض الدعم السياسي، حتى وإن كانت افتقرت تماما، وهذا عيب كبير في تشكيلها. يعني ونحن نرى مؤشرات التشكيل تفتقر تماما إلى السياسيين وإلى أي رؤية سياسية، لكن إذا عوضت هذا بنوع من الإنجاز الذي يشعر به الناس بسرعة فسوف تستطيع أن تنجز المرحلة القليلة التي هي ستكون مكلفة بها حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة. وعلى المستوى السياسي تواجه الحكومة الجديدة تحدي إجراء الانتخابات الرئاسية ومن بعدها البرلمانية ما لم يحدث تطور مفاجئ في المشهد، ومن ثم فإن وقوف الحكومة وأجهزة الدولة على مسافة واحدة من مختلف المرشحين والقوى السياسية والأحزاب المتنافسة في المعركتين يمثل تحديا مهما يضع الحكومة وأعضائها على المحك. خيب التشكيل الوزاري الجديد آمال البعض، وشهدت الترشيحات لتولي عدد من الحقائب تضاربا ملحوظا، لكن وعلى الرغم من ذلك تبدو مهمة اختيار الوزراء أيسر بكثير من مهمة مواجهة الأزمات المركبة التي تعيشها مصر حاليا، ما يضع الحكومة قصيرة العمر في عين عاصفة قد تستمر لحين تغييرها، عاصفة عاشت مصر أجواءها هذا الأسبوع. سمير عمر، سكاي نيوز عربية، القاهرة.